أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم مع شرح مادة اللغة العربية. والنهاردة هناخد نص الاستماع في الموضوع الثاني، إعادة التدوير، في طبعا ده المحور الثالث مجتمعي. نص الاستماع اتكلم النهاردة عن النفايات الإلكترونية. يعني إيه كلمة نفايات؟ تعال بص للصورة اللي قدامك دي كده بالظبط. كل الحاجات دي إلكترونية احنا بنستخدمها، شاشة، موبايل، ساعة، هيدفونز، راوتر، لابتوب، اي حاجه من الحاجات الالكترونيه بنستخدمها، كل دي بيبقى ليها بقايا. كلمه نفايات يعني ايه؟ يعني بقايا الاشياء، يعني الحاجات اللي بتفضل. عندك شاشه اتكسرت بترميها وبتغيرها، عندك بطاريه باظت بتروح تبدلها. كل النفايات او البقايا بتاعت الاشياء الالكترونيه دي طبعا اسمها النفايات الالكترونيه. طب تعال نشوف مع بعض النص بتاعنا، وخلي بالكوا واحنا بنقرا النص هنشرح معاني الكلمات والمضاد والمفرد والجمع. مش محتاجين ان احنا نحفظ الحاجات دي لوحدها، لكن انت عايز تفهم المعنى كويس لازم تعرفه وسط جملة عشان تبقى فاهم الجملة كلها على بعضها. مش محتاج ان انت تحفظ حاجة، انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم المعنى، تفهم المعنى بتاع الكلمة. مثلا تخيل انك ترى صفا طويلا جدا من الشاحنات الضخمة ذات الحمولة الكبيرة. طبعا زي ما انت شايف كده في الصورة، تخيل انك ترى صفا طويلا. كلمة طويلا عكسها ايه بقى؟ طبعا ايه، برافو عليك، قصيرا. من الشاحنات الضخمة، الضخمة اللي هي ايه؟ الكبيرة طبعا. عكسها ايه الضخمة؟ الضئيلة. عكس الضخمة ايه؟ الضئيلة. ذات الحمولة الكبيرة. ذات يعني ايه ذات؟ ذات الحمولة، ذات يعني صاحب، ذات يعني ايه؟ يعني صاحبة، زي ما بقول كده، فلان ده صاحب الوجه المبتسم، يعني عنده صاحب، او ذات الوجه المبتسم، يعني صاحب الوجه المبتسم، يعني وشه بيضحك كده. فذات الحمولة الكبيرة يعني صاحبة الحمولة الكبيرة. فكلمة ذات معناها ايه؟ صاحب او يمتلك، يعني هي بتمتلك حمولة كبيرة. ربما تتساءل وماذا تحمل هذه الشاحنات على هذا الطريق الطويل؟ يا ترى شايلة ايه؟ كلمة الطريق طبعا دي مفرد، جمعها ايه؟ طرق. تمام، جمعها طرق. الطويل عكسها ايه؟ القصير. برافو. اخبرك بان تواصل معي التخيل. تواصل يعني ايه؟ تستمر في التخيل معي. فترى كل شاحنة منها وهي تحمل على متنها 40 طنا من الاجهزة التكنولوجية القديمة التي لم يعد يحتاج اليها الناس في العالم. يا نهار ابيض، يعني الصف ده كله، كل شاحنة فيهم عليها 40 طن على متنها. يعني ايه؟ يعني ايه على ظهرها، يعني شايل على ظهرها، على متنها، يعني ايه على ظهرها 40 طنا من الاجهزه التكنولوجيه القديمه. طن طبعا مفرد، جمعها ايه؟ جمعها اطنان. القديمه طبعا كلمه قديمه، عكسها ايه؟ عكس القديمه ايه؟ الحديثه، الجديده يعني، حديثه. تمام، التي لم يعد يحتاج اليها الناس في العالم. يعني تشيل 40 طن من النفايات او من بقايا التكنولوجيا اللي هي اللي العالم مش محتاج لها. هل تخيلت الصوره اللي قدامك دي؟ بص، الميه والصحراء مرمي فيها بقايا الكترونيه كتير جدا. ربما لم تدركها. لم تدركها يعني ايه؟ لم تفهمها. كلمه يدرك يعني يفهم. ربما لم تدركها يعني ربما لم ايه؟ ربما لم تفهمها بعد. دعني اشرح لك ما تخيلته معي. تعال نشرح كده مع بعض موضوع النفايات الإلكترونية ده. منذ سنوات طويلة والعالم يعاني. يعاني يعني إيه؟ يعاني من النفايات، يعني يتضرر من النفايات. يعاني يعني إيه؟ يتضرر، مضرور، العالم مضرور، بيسبب له ضرر النفايات دي. العالم يتضرر من النفايات أو يعاني من النفايات، تضر بالبيئة. تضر يعني إيه؟ تؤذي. تؤذي البيئة المحيطة بنا. وتترك آثارها السيئة على حياتنا. طبعا السيئة عكسها ايه؟ عكسها الحسنة. عكسها ايه؟ حسنة. ويظهر ذلك في الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة وندرة الماء، وزاد أمر النفايات صعوبة. ومع ذلك التقدم التكنولوجي، حيث أصبحت الأجهزة التكنولوجية كالهاتف المحمول والحاسب الآلي هي أيضا نفايات. كلمة ارتفاع عكسها طبعا انخفاض. عندنا طبعا سبب النفايات دي ارتفاع درجات الحرارة وندرة الماء. يعني ايه ندرة؟ يعني ايه؟ يعني قلة الماء. ندرة الماء يعني ايه؟ قلة الماء. وزاد أمر النفايات
صعوبة مع ذلك التقدم التكنولوجي، حيث أصبحت الأجهزة التكنولوجية كالهاتف المحمول والحاسب الآلي هي أيضا نفايات بقايا. فالناس في كل أنحاء العالم يسعون لشراء الحديث منها، طبعا كل واحد موبايله بيقدم بقى عايز ايه، عايز يجدد، ولا يعلمون أين وكيف يتخلصون من القديم أو المعطل منها. طبعا مش عارفين نرميه فين يعني. حتى بلغ حجم تلك النفايات 52 مليون طن حسبما ذكرت الأمم المتحدة. حسب حجم النفايات في العالم او بقايا التكنولوجيا دي، حاجات التكنولوجيا في العالم، وصل 52 مليون طن. تعرفين احنا الطن فيه قد ايه؟ في 1000 كيلو. وكل طبعا تخيل بقى 52 مليون، والمليون في 1000 ايه؟ 1000 زي ما احنا شايفين كده اهو، 52 مليون طن من النفايات حسبما ذكرت الامم الايه؟ الامم المتحده. طيب ربما تتساءل وماذا نفعل كي لا نعاني، او كلمة نعاني يعني نتضرر من تلك النفايات التكنولوجية، نعمل ايه؟ لقد لجأ العالم الى اعادة تدوير. اعادة تدوير يعني ايه؟ اعادة تصنيع، يعني الحاجات القديمة دي يبتدوا صناعة جديدة. لقد لجأ العالم الى اعادة تدوير تلك النفايات، اي الحصول على مكوناتها الداخلية في تركيبها واستخلاص المعادن الثمينة منها. يعني ايه الكلام ده؟ بيستخدموها تاني. واستخلاص يعني ايه كلمة استخلاص؟ يعني استخراج، بيخرجوا منها الايه؟ المعادن. يعني مثلا جاب موبايل قديم مرمي، طلعوا منه حاجة كده، الكور بتاعه او الحاجات المهمة اللي بتبقى موجودة جدا. وعادة استخدامها في منتجات مفيدة تكنولوجية كما فعلت اليابان في عام 2018. طيب كلمة الثمينة يعني ايه؟ الغالية عكسها ايه؟ الرخيصة. الثمينة يعني ايه؟ الغالية عكسها الرخيصة. كانت اليابان تستعد لتنظيم أولمبياد طوكيو التي أقيمت على أرضها في عام 2021. اللجنة الأولمبية اليابانية للمواطنين، وجهت اللجنة الأولمبية أو طلبت اللجنة الأولمبية اليابانية للمواطنين هناك بالتبرع بنفاياتهم الإلكترونية لصناعة 5000 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، هي عدة جوائز للمسابقات. يا نهار أبيض، يعني اللون، بص انت اللي عنده موبايل قديم، اللي عنده حاجة قديمة يتبرع لنا بيها عشان نعمل منها ايه؟ ميداليات ذهبية، يعني الميداليات اللي تتوزع في الألعاب الأولمبية دي هنعمل فيها منها ايه؟ ميداليات ذهبية. تمام؟ فجمعت 79,000 طن من الأجهزة الإلكترونية القديمة على مدى عامين، يعني خلال سنتين جمعوا قد إيه؟ 79,000 طن من الأجهزة الإلكترونية القديمة. كان بينها 6 ملايين هاتف حصلوا منها على عشرات الكيلوغرامات من الذهب والفضة والبرونز، لأن الهاتف دي بيبقى فيها الخامات دي موجودة جوه، التي تكفي لصنع الميداليات. وهكذا تخلصوا من النفايات الإلكترونية ووفروا ثمن المعادن المطلوبة. بس ده الشغل الجامد ده بقى. تمام؟ وهكذا تخلصوا من النفايات الإلكترونية ووفروا ثمن المعادن المطلوب. تمام؟ طيب. بمصر أيضا أعلنت وزارة البيئة عن مبادرة إي تدوير أو إلكترونيك تدوير أو التدوير الإلكتروني للتخلص من نفاياتنا الإلكترونية. تمام؟ تخلص من نفاياتنا الايه؟ الالكترونيه، وذلك بتسليمها الى شركات متخصصه والحصول على قسائم تخفيض بدلا منها، يمكن بها شراء اجهزه الكترونيه جديده. الحصول يعني ايه؟ يعني الاخذ او النيل، ان احنا بنحصل على حاجه يعني بناخذها. يعني من الاخر كده، انت عندك حاجه قديمه تروح تسلمها وعايز تشتري حاجه بديله ليها، بدلها جديد بيعمل لك تخفيض على الجديد. وهكذا يكون العمل على محورين كما تخطط حكومة بلادنا، هو تقليل التلوث البيئي والاستغلال الأمثل لمواردنا المتاحة. فهل فكرت في نفاياتك التكنولوجية؟ يا ترى كل واحد فينا عنده نفاية إلكترونية قد إيه في البيت؟ عندك موبايل قديم، عندك حاجة قديمة تفتكر موجودة وتستفاد منها إزاي؟ طيب تعال بقى ناخد أسئلة، بس اسئله بقى ايه اللي هي بتجيلنا في الامتحانات،
اللي هي القراءة المتحررة. هنستخدم الحاجة اللي احنا استفدنا منها النهاردة في الدرس لان احنا نحل درس ايه او قراءة متحررة خالص بعيد عن الدرس اللي احنا خدناه، لكن هتلاقي نفسك عرفت تجاوب ليه، لان احنا هنتكلم على نفس الموضوع. طيب، تحتوي النفايات الالكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص التي قد تصل في النهاية الى التربة والمياه اذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، وقد تفقد رواسب معادن نادرة. لذا عند إعادة تدوير النفايات الإلكترونية ينبغي استخراج بعض هذه المعادن حتى تساعدنا على التعديل مستقبلا. طيب، هات من الفقرة معنى استخلاص. احنا قلنا الكلمة معنى استخلاص دي، خلي بالكم انها استخلاص يعني ايه؟ استخراج. استخلاص معناه ايه؟ استخراج. مضاد مفيدة، حاجة مفيدة عكسها ايه؟ ضارة. تمام. طيب، تحتوي النفايات الإلكترونية على ايه؟ زي ما موجود اهو، تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص. طيب، النفايات الإلكترونية دي بتضر بإيه؟ بتضر بالتربة والمياه. طيب، ما فوائد المعادن المستخرجة من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية؟ إيه فوائدها؟ تساعد على التعديل مستقبلا. أهو، استخراج بعض المعادن حتى تساعدنا على التعديل مستقبلا. يعني إيه التعديل؟ يعني عمل أجهزة جديدة أو نعمل معادن، نستخدم المعادن دي في الصناعة بعد كده، إن إحنا نصنع تاني جديد. طيب، تدريب تاني. نظر المعلم إلى خالد سائلا: لماذا اشتريت جهازا جديدا؟ رد خالد: لأن الجهاز القديم كان يتعطل كثيرا. فقال المعلم: وماذا فعلت بهذا الجهاز القديم؟ رد خالد: لقد تركته على المكتب. قال المعلم: لقد لجأ العالم إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لاستخلاص المعادن منها ولإعادة استخدامها حتى لا تضر بالبيئة، لذلك يا خالد عليك أن تسلم جهازك القديم إلى الشركة المتخصصة بذلك. قال خالد: سأفعل يا معلم. يعني لو عندك موبايل روح للشركة اللي هي صنعته أصلا الوكيل، وقول له أنا عايز والله أسلمكم الجهاز القديم ده وعايز واحد بداله جديد، هيعمل لك تخفيض على طول. طيب، هات من الفقرة معنى تكرار. معنى تكرار. تكرار يعني حاجة ايه؟ بتتكرر. فين هنا؟ نظر المعلم ده خالد: لماذا اشتريت جهازا جديدا؟ رد خالد: الجهاز القديم كان يتعطل كثيرا. تمام؟ فقال المعلم: وماذا فعلت بهذا الجهاز القديم؟ رد خالد: لقد تركته على المكتب. لقد لجأ العالم الى اعادة تدوير النفايات. قلنا لاستخلاص المعادن منها ولاعادة استخدامها. هنا اهو اعادة استخدامها هي معناها ايه؟ تكرار. بيعيد ايه؟ استخدام بيتكرر. مضاد اخذته. مضاد ايه؟ اخذته، يعني حصلت عليه. عكسها بقى ايه؟ تمام، عمل ايه بقى؟ تركته. يبقى عكس ايه؟ اخذته ايه؟ تركته. لقد تركته على المكتب، عكسها اخذته. تمام، ده علامة صح او خطأ امام العبارة الخاطئة. اصلح خالد جهازه القديم؟ لا. يعاد تدوير النفايات الالكترونيه حفاظا على البيئه؟ صح. ماذا ينبغي علينا ان نفعل تجاه النفايات الالكترونيه القديمه؟ نعيد تدويرها او نعيد استخدامها من جديد او نستسلمها للشركات المختصه لاعاده تدويرها من جديد. طيب، ناخد برضو نشاط تاني او تدريب تاني. عندنا قدامنا تدريبين هم مهمين جدا. كثرة التعرض للأجهزة الإلكترونية تعرضنا لأنواع من التلوث مثل التلوث البصري والتلوث السمعي، ويعد التلوث السمعي أكثر ضررا مما نعتقد، فقد ارتبط بمجموعة متنوعة من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والضعف الإدراكي لدى الأطفال. لذلك أعلنت وزارة البيئة عن مبادرة تدوير للتخلص من النفايات الإلكترونية من أجل تقليل التلوث والاستغلال الصحيح للمواد. هات من الفقرة معنى الكلمة التي تحتها خط في الجملتين التاليتين. عندي كتب متعددة في مجالات مختلفة. معنى كلمة متعددة ايه؟ طبعا متعددة يعني كثيرة. طب تعال نشوف كده في الفقرة. وهنا اظهرت المعلمة الهدف من القصة. اظهرت كثرة التعرض للأجهزة الإلكترونية تعرضنا لأنواع من التلوث مثل التلوث البصري والتلوث السمعي، ويعد التلوث السمعي
اكثر ضررا مما نعتقد، فقد ارتبط بمجموعه متنوعه، على كلمه متنوعه يعني ايه؟ متعدده كثيره من الامراض مثل امراض القلب والاوعيه الدمويه والضعف الادراك لدى الاطفال. ولذلك اعلنت وزاره البيئه عن وضع، اعلنت يعني ايه؟ اظهرت اهو هنا هنا ايه؟ متعدده يعني متنوعه، واظهرت يعني اعلنت. اكمل ما ياتي. الاجهزه الالكترونيه تعرضنا لنوع من التلوث مثل ايه؟ التلوث البصري، التلوث السمعي. اعلنت وزاره البيئه عن مبادره باسم ايه؟ اي تدوير. طبعا ايه الهدف من مبادره اي تدوير؟ طبعا الهدف منها ايه؟ التخلص من نفايات الايه؟ الالكترونيه. طيب اعلنت المدرسه عن مسابقه الفوز بحاسوب جديد، وعلى المتسابقين تجميع اكبر قدر من النفايات الالكترونيه، ومن يجمع اكبر كميه يحصل على الحاسوب. ويوم المسابقه فاز احمد الذي تحدث في الميكروفون قائلا ان النفايات الالكترونيه تسبب اضرارا للبيئه وانتشار الامراض، لذا علينا ان نسلمها للشركات المختصه عند تلافها او عدم الحاجه اليها حتى نتجنب اثارها الضاره للبيئه والانسان. هات معنى ما تحتوي خط في الجملتين الثلاثين. علينا ان نتجنب العادات السيئه في الطعام للنفايات الالكترونيه اثارها الضاره. طيب المعنى، هات معنى ما تحتوي خط في الجملتين. علينا نتجنب العادات السيئه في الطعام. هنا نشوف طبعا في الفقره موجوده المعنى بتاعها. نتجنب طبعا يعني ايه؟ نتخلص، نتخلص من العادات السيئة، أو نبتعد، نتجنب أو نبتعد عن العادات السيئة. النفايات الإلكترونية آثارها الضارة، طبعا آثارها إيه؟ السيئة. آثارها الضارة يعني إيه؟ آثارها السيئة. طيب الجائزة التي تستقدم للفائز هي إيه؟ طبعا حاسوب جديد. الذي فاز بالجائزة ومين؟ طبعا اللي فاز كان إيه؟ أحمد فاز بالجائزة. ماذا تفعل لتحث الناس على المحافظة على البيئة؟ طبعا ايه بتعمل ايه؟ طبعا انصح اصدقائي بالتخلص من النفايات الالكترونية. كده نكون خلصنا نص الاستماع. اشوفكم ان شاء الله في الدرس الثاني. القصة القصيرة حلم ليس مستحيلا. يا ريت كل واحد بيحلم بحلم ما يسيبوش، ونشوف احنا محتاجين نعمل ايه في المستقبل عشان نحقق حلمنا. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحصة الجاية. بتمنى لكم كل التوفيق. باي باي.